وشي. اي حاجه تجي حتى لعندي، اي حاجه كتحط، اي حاجه كتوجد، اي حاجه، انا صافي بركه غير نجي من الخدمه ونرتاح. واحد المعامله انا تعجبت فيها، كان غير من حاجه لا لا غير خليك عند راجل ماما. اما ماما ديك الوقيته هذيك سافرات، بقيت غير انا وياها. واحد الوقيته انا يعني واحد النهار، المهم الدار كانت عندنا صغيره شويه يعني، كان فيها غير بيت وصالون وسيجور وزينه. انا كنت هما يعني كانوا كينعسوا في البيت، خرجني ولا كيضربني. تخيل معايا اخي بدر الواحد المره الا احتفكني خاه لوزي فكني من يدو كان غادي يقتلني، وانا حامله بثمن شهور وكنت مريضه كنت شاده الفراش مره صافي ما كنضمنش، وهو كيقتل فيا صافي الروح ما غادي تخرج مني. تخيل اخي بدر كيشدني من شعري كيبقى يضربني وكلشي، وكيقول لي هذا اللي جمع بينا حتى ما صافيها له حتى انا ولادشي هذا كامل. كيبقى يضربني في كرسي يضربني في كرسي، وكنطيح في الارض في الغوات، وكيرجع كيشدني من شعري وكينوضني وكيوقف لي مع حاجه كيضربني في كرسي. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا، الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تعجبك. ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج، وبالنسبة للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا، مرحبا بكم معنا في العائلة ديالنا، وان شاء الله هذه العائلة تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا جوج المليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك، وعلى الاقل خليونا غير المدينة ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينة عزيزة على هذا البرنامج هذا. السلام عليكم. مريم هذيك هذاك الشيء اللي بغيتي حنا نسمعوك. انا القصة ديالي بدات ملي كانت في عمري 6 سنين ياك. كانوا طلقوا والديا تفارقوا، انا ماما كانت هزات خوتي اخرين داتهم معاها، عندي جوج خوتي ذكوره كانوا ديك الساعه هزاتهم داتهم معاها، وبقيت انا مع الوالد ديالي. طيب فاش جات ديك الوقيته انا دخلت الدراسه، وهادي ماما صافي يعني وليت فارقوا با ما خلانيش نمشي معاها، ولكن ملي جات ديك الفرصه انا دخلت المدرسه وهادي رجعت وخذتني من المدرسه سرقتني. سرقتك من المدرسة؟ أيه. ماما من مور الطلاق ديالها مع بابا ما بقاتش بزاف وتزوجات. المهم خوتي اخرين ملي داتهم عاشوا مع جداتي، يعني صافي تزوجات بقاو مع جداتي. انا لا، انا كانت كتديني معاها بحكم انا الكبيره، كانت كتديني مره كتديني معاها، مره كترجعني عند جداتي، مره فهمتي كل مره وفين بقيت هيداك. مهم بقيت، ولكن الأغلبية كانت كتديني معاها، حيتاش أنا كنت أنا قلت لك أنا الكبيرة في خوتي، كانت كتحتاجني مثلا ملي بدات كتولد مع هذا الراجل هذا اللي تزوجات فيه، وهذي كانت كتديني يعني نقابل لها وليداتها، وكانت كتديني كتخرجني من المدرسة كتجلسني، كنبقى شحال جالسة من القراية، وكنرجع عاوتاني في الآخر كنلقى راسي ساقطة، يعني ديك الساعة كنت باقا صغيرة صافي. بقيت هيداك، داتني مراها كانت مشات لواحد المدينة آخر، يعني لا ما نذكر الاسم ديال المدينة، خد راحتك. المهم كانت مشات مع راجلها لواحد المدينة آخر، وصافي مشات باش غاتعيش تما، وداتني أنا معاها. ملي مشاو لتمايا، المهم راجلها كان عمل واحد المشروع ديالو، هاد المشروع صافي. انا كنت باقا كنقرا ديك الساعه، كنت كنقرا في الرابع ابتدائي. المهم كنت كنجي من القرايه هيدا، بحكم ان ديك المشروع كانوا عاملينها في الدار، كنت كنبقى انا كندخل تما وكنبقى نلعب، كنبقى نشوفهم كيفاش كيعملوا، كنبقى نعمل بحالهم فهمتي. تلقيت راسي انا خديت صنعه مزيان فهمتي، يعني وليت كنعرف نخدم، كنعرف ملي لاحظوا هادشي، ملي لاحظوا هادشي صافي هذيك الساعه رجل ماما قال لها زعما صافي راه خصك تجلس مصرعه. هذيك الساعه انا كنقرا كيما قلت لك، قال لها صافي خليها تجلس ولا تجلس من القرايه باش تبدا تخدم باش تعاونني شويه على الزمان. قال لها انا بزاف عليا يعني كل عام صاريف كل عام، يعني صافي تجلس تعاونني. انا ملي جات ماما درات معايا صراحه ما بغيتش، حيت كنت باغا نقرا وباغا، ولكن واخا هذاك يعني ما كانش الاختيار ديالي صافي. اضطريت انني نخرج من القرايه، بقيت كنخدم معاه
كان خدم صراحة يعني ما كانش عندي شي طالير ولا شي حاجة. كنت ديكشي اللي كان أكون كنت شغب وصافي معهم وكانت سكسة مرة قدروا نقولهم العيد من العيد صافي بارك الله. مهم بقيت على دي بالحالة فاش كان كيقول له شي واحد يعني خصك تبقى تدور معاها وهادي غير باش تحفزها كيقول له لا الا الا دورت معاها وهادي غادي تحس براسها بحال برانيه وبحال خدامه عندي فهمتي. المهم هذه الكلمه باش كان كي باش كان كيحاول يقنعني ويقنع الناس. المهم بقيت زعما يعني ما عنديش شي بديل من ديك الساعة باقا صغيرة وما عندي شي فين نمشي وكنت في نفس الوقت كنت كنخاف بس كنخاف من ماما بس كنخاف منه وكنت بقيت هيداك حتى بقيت خدامة معاه في حال هيداك شحال مدة طويلة حتى لواحد المرة كان وقع واحد النقاش بينو. المهم ناض كيدابا مع معايا وناض كبر المشكل ماما بغات تدخل وناض كبر المشكل وناض دابز معها حتى هي. المهم كبر الصداع ماما هزات ديك الوقيته جابتني للمدينه اللي كنت فيه اللي كنا فيها جابتني حيت هنايا كاينه عائلتي كاينه العائله ديال ماما. اما بالناحيه ديال الوالد ديالي صافي يعني تقطعات العلاقه بيناتنا من نهار صافي ملي طلق ماما وجابتني وهي صافي تقطعات العلاقه تما مر كنا كنعرفوا عليه والو بقيت عارف معاه. الو شات لا كونيكسيون. الو كلشي عافاكم يبارك على جيم وبارطاجي كلشي يبارك على جيم عافاكم اي واحد يتفرج يبارك على جيم. بقيت انا هيدا تنسمعوك ما كناش نسمعوك دابا تنسمعوك. الو قلت لك يعني المهم بقيت هيداك يعني على ديك الحاله صابره. حتى لواحد النهار وقع واحد النقاش بين دارهم وبين ماما وهادي وبقات صافي انا كنسافر ملي انا نرتاح نمشي عند الوالده ديالي. المهم سافرات بقات شي 15 يوم. انا هذيك الوقيته قبل من هادشي هذا كامل كان وقع نقاش كما قلت لك وجيت فحالي من هنايا هي كانت فاش كبر ديك الصداع وهذه كانت ماما هزاتني وجابتني لهنا. ملي جابتني انا بحكم انني كنت قدام خوالي وقدام هذه يعني قدرت تجرأت عني غير وقلت لهم انا ما بغيتش نرجع معاكم صافي بقيت هنا يا مريم خليك فشي بلاصه فيها كونيكسيون عافاك. مريم كلشي بركه على جيم عافاك. جيم واللي ما مشاركش يشارك كل واحد يكتب في لي كومونتير المدينه ديالو. مريم تسمعيني؟ كنسمعك عافاك خليك شي بلاصه فيها الكونيكسيون حيت صوتك شي تقطع. كملي لنا مريم عافاك. واخا يلا كلشي بركه على جيم في هذه اللحظه. صلي على النبي صلي على النبي صلي فرح قلبك. تفضلي كلشي دير مع هذيك البرنسيسه على سبيل. تفضلي دابا كتسمعني مزيان؟ تنسمعك كملي ليا. المهم قلت لك ديك الساعه ديك الوقيته اللي كنت جيت انا لهنايا تما فاش داز مود عاوتاني وكنرجعوا مورايا رجعوا مورايا وبقاو كيقولوا لي صافي وهاد المره المعامله غادي تبدل وهادي. المهم انت كتعرفيني ملي كتهضر معاك الام ديالك راه طبيعه الحال غادي تقنعك. المهم انا رجعت معاهم قلت له ولكن حاجه وحده قلت له انا ما غاديش نخدم معاكم انا نخدم في الشركه على برا ونتخلص حالي بحال الناس. المهم ما بغيتش نخدم معاكم بغيت نرجع لديك الخدمه ديال انني فابور وما عنديش وكنحتاج حاجه وما كنلقاهاش وكان فهمتي كيفاش شرط عليه وكان الشرط ديالي هو انني نخدم في شركه بحالي بحال يكون عندي صالح. قالت لي صافي. المهم رجعت معاهم فعلا سدوهم هذيك المشروع صافي ما بقاوش عاملينه حيدوه مره. خدمت انا في شركه ولا عندي سالير بحال الناس ولكن ديك السالير ما كنت كناخذ منه حتى شي حاجه وما كنتش كنشوف منه حتى شي حاجه يعني مجرد انا مسميه انني عندي سالير وصافي. كنجبر ديك الفلوس كنجيبهم كيف ما كنجيبها كيف ما هي وحتى ملي كنجيبها كيبداو يتحسبوا لي حتى السوايع شحال من ساعه خدمتي وشحال من ساعه تخلصتي فيها وشحال من ساعه ما طلعتش وشحال فهمتي.
وزيد عليها ولا واحد الضغط ديال انني مثلا حيت الخدمه ما كانتش بعيده بزاف على الدار وكنت كنجي نتغدى في الدار وكنت كنعطيني يعني ما كنجي لا بالترونسبور لا والو لا كنعطيني واحد الوقت اسمعني خي فهد تسمعك سمحي لي واحد القاعده مع الناس كلشي عافاكم كلشي داير مع هذه البنت هذه كلشي داير معها الله يرحم الوالدين كلشي داير معها كملي لي يا مريم قلت لك المهم بقيت هذاك كانوا عاملين لي عاطيني ربع ساعه ديال الطريق من الدار للخدمه من الخدمه للدار ربع ساعه ما نفوتها شي دقيقه بقيت على ديك الحاله المهم كنت كانت ماما جات وقع ديك النقاش ناقشت هي والعائله ديال الراجل ديالها وقالت له انا صافي بغيت السفر بغيت نرتاح شويه قال لها صافي واخا ولكن انا بحكم انني كنت خدامه وهذه يعني بطبيعه الحال ما غنمشيش معاها عرفت راسي ما غنمشيش معاها بقيت معاها في الدار بقيت انا وياها مر كان ديك الساعه ديك الوقيته اللي مشات بحال ماما ولا واحد التعامل خاص ولا لدرجه انني عاصي راه الكاس ما كنهزوش اي حاجه تجي حتى لعندي اي حاجه كتحط اي حاجه كتوجد اي حاجه انا صافي بركه غير نجي من الخدمه ونرتاح واحد المعامله انا تعجبت فيها كان بغي نعمل حاجه لا لا غير خليك عند راجل ماما اما ماما ديك الوقيته هذيك سافرات بقيت غير انا وياها واحد الوقيتة انا يعني واحد نهار المهم الدار كانت عندنا صغيرة شوية يعني كان فيها غير بيت وصالون وسيجور وزينة انا كنت هما يعني كانوا كينعسوا في البيت راك عارف انا كنعس في سيجور بحالي بحال المغاربة كامل المهم ديك النهار هذاك بالذات ما دخلش هو البيت بقى جالس ما قال لي انا غادي نتفرج انا باقي غادي نتفرج وصافي ماشي مشكل يعني ما عديت شي فيه بحكم أنني واخا يتعامل معايا مزيان أنا عارفة كيفاش عامل يعني واخا تعامل معايا مزيان كيف ما بغيتي أنا راه عارفة الطبع ديالك فهمتي يعني راه ما غاديش يتحلالي وما غادي تكون عزيز عليا ما عمري ما غنثق بديك الطيبوبة مهم بقيت هيداك خليته نعس أنا صافي ما ديت شي فيه أنا حيت عاوتاني عشت معاه وأنا صغيرة يعني كنت كنتوقع القباحه ديالو وكلشي ديالو يعني متعرفه ولكن مش انه زعما يتفرج فيا ولا شي حاجه هذه عمرها ما جاتني في بالي بس كنقول هو اللي رباني راه ما يمكنش فهمتي وعاد ما كيحملنيش كنقول ما كيحملنيش اشنو غادي يشوف فيا ولا يعني ما جاتني ما عمرها ما كانت غتجيني ديك الفكره في بالي بقيت نعس انا هو صراحه ماشي يعني تحرش بيا مباشره شفتي يعني بحال دابا نقول لك انا باش نعس بقيت كنحس كي ما طيدو وهادي انا ما قدرتش حتى نواجهه بها نطس نحدا صافي المره الاولى عملت نفسي ما كاين حتى شي حاجه صافي بدات بلاصه مره ثانيه عاود ثاني نفس الشيء صافي تما نطس نحدا صافي وسكت بقيت ساكته ملي رجعت ماما من السفر ديالها انا ما هدرتش باش ما نوضش المشاكل وباش صافي قلت صافي يعني الموضوع ما كيستحقش داكشي ماشي حتى لديك الدرجه مادام الحمد لله ما وقعت شي حاجه ما عندي علاش نهضر ونوض الصداع صافي خبيت قلبي وسكت انا واحد النهار تعطلت في الخدمه 5 دقائق وما مشيت فيها حتى شي بلاصه تعطلت في الخدمه النيل ملي خرجت انا ملي وصلت للدار بخمسة دقائق روطار قال لي هو فين كنتي قلت له رانا غير تشغل شويه مع الخدمه وهادي قال لي ما يمكنش قلت له علاش ما يمكنش قال لي مستحيل حيتاش يعني حتى هو كان عنده نفس الدومين ديالي يعني بطبيعه الحال عارف شنو كاين ولكن هذيك اللقطه ديال مستحيل راه ماشي شي حاجه اللي مستحيل غير هو بغى يعمل فيها مستحيل فهمتي المهم كان كيقلب لي على مشكل وصافي دابا الشيء اللي كنقول لك انا الضرب اللي كان كيضرب ماشي شي ضرب عادي باش نقول لك مثلا بحال الاب كيضرب بنته او لا فهمتيني يعني الضرب كان قاسي بزاف راه نقول لك راه مستحيل شي زعما شي مسلم يتعامل مع خو مسلم بحال هكا وانا باقا صغيره المهم بقيت صابره على ديك الحاله ما ضربني على ديك التعطيله وضربني شي ضرب خايب ومشكل ماما كانت كتقول له اعطيها باش مره اخرى تتعلم قصر الهضره
حيتاش انا كنت قلت له دابا في نظرك انا 5 دقائق فين غنمشي فيها ولا شنو غنعمل فيها؟ على هاد الكلمه هذه ماما كتقول له عطيها باش مره اخرى تعال نرد لهذا. المهم كليت قتله ديال العديان ديك النهار وفي الاخر خرج. ملي خرج هو مشيت انا جلست عند ماما قلت لها ماما قول واحد هذا قلت لها هادشي المعامله هذه اللي كتشوفها دابا اللي جالسه تقول له غير عطيها وغير عمل لها وغير فعل لها. قلت لها ملي ما كتكون جيتي راه كاع ما كيكون هادشي. قلت لها راه كيفاش ما كيفاش كيفاش باغي تتعامل معايا؟ قلت لها واش نعمل معايا واش نعمل معايا؟ انا ملي عاودت لها ما تيقاتنيش. شنو قالت لي؟ ضماتني قالت لي هادشي اللي كتكون نتينا مستحيل يكون، هو ربك بحال بنته وزيدون نتينا غير ما كتحملوشي باش كتقول هادشي باغا تشدد لي محالي. صافي خلصت راسي وسكت ورجعت لقلبي عاوتاني وبقيت كنقول كون غير ما هضرتش. ولات كتجبد عليا في الصباح في العشيه كتقول لي باغا لي مشاكل باغا تشدد لي محالي باغا تعمل لي باغا تفعل لي. المهم سكت. داز الايام كان جا العيد وكنا جينا عاوتاني لهاد المدينه هادي فين كاين عائلتي. جينا لهنا انا عاودت لواحد خالتي بس معاها اش كيسال ليها وهادي وديك الخوف اللي كان فيا انا قلت لها خالتي ما تقول حتى شي حاجه لشي واحد انا غير بغيت نخوي قلبي عليك وصافي. المهم خالتي قالت لي شوف قالت لي واش تبغي تزوج بولدي؟ قلت لها خالتي ما نكذبش عليك انا هاد الساعه هادي باغا غير نتفك من ديك المشاكل اللي عندي ما عندي شي مشكل بما نتزوج ولا شنو تعمل فيا. قلت لها المهم انا ما كرهتش شي حل صافي يعني بنت لي بان لي هذاك هو الحل شتي ملي قالت لي تزوج بولدي بنت لي بحال فتحت لي بيبان جنة. كان ما كنتش كنفكر انا في ديك الساعه يعني الله في عمري 15 سنه اولا كنفكر في كيفاش غادي نعيش مع هذا الانسان ما كنعرفوش واللي كنعرف عليه هو انه هو ولد خالتي وصافي. ما كنت كنفكر حتى في شي حاجه كنت كنفكر غير في انني ما نرجعش مع ماما وراجلها. صافي بقيت هيداك مشى ماما كان الشرط ديالو هذاك خالتي كان الشرط ديالو هو انني ما نرجعش معاهم يعني اللي يخطبني صافي هذاك هو الشرط ديالو كان. صافي بقيت معاه بقيت رجعت مع جداتي رجعت جلست مع جداتي ملي تخطبت على بين ما نجمعوا الوراق هذه يعني ما كانتش شي مده طويله بين الخطبه والعقد غير ديك المده اللي غنجمعوا فيها الوراقات وصافي. بقيت مع جداتي وين حتى واحد النهار صنع عليا قال لي بغيت نشوفك. خرجت لعندو قال لي شوف انا راه ما كنفكرش في الزواج وما مستعدش هاد الساعه. قلت له مرحبا ماشي مشكل صافي عطيتو الخاتم ديالو المسائل ديالو قلت له الله يسهل عليك وجه الناس مشيت فحالي. رجعت لعند جداتي شويه صعيطات عليا خالتي كتقول لي اجي عندي عندي بغيت ما بغيتك انا هذيك خالتي يعني وقفت معايا وهادي ما نقدرش نقول لها شي حاجه. مشيت لعندها قالت لي علاش بغيتي تسالي وهادي؟ قلت لها خالتي راه ماشي انا اللي بغيت تسالي هو اللي بغى هو قلب لي كل شيء على ظهري في الاخر بقات ملي ما قدرش هو يواجه يماه وانا ما قدرت نقول لها حتى شي حاجه يعني بقات عليا لا غتزوجوا غتعملوا غتفعلوا. قلت لها صافي خالتي ماشي مشكل صافي هي هذيك ديك الهبطه اللي غنهبط انا من عند خالتي وغادي نرجعوا لعند عزيزه. دوزنا نيشان عند العدول كنا جامعين الوريقه دوزنا نيشان عند العدول كتبنا العقد وهاود رنا جداتي ملي سمعتني ملي قالت لي شنو هي لاباس قلت لها صافي راه عملنا العقد. قالت لي ويلا عملتي العقد بنتي احداه هو جالس وخالتي جالسة وكل شيء جالس. قالت لي وبنتي اللي عملتي معاه العقد هز حوايجك وتبعو. صافي انا ما عنديش يعني من نمشي عاوتاني يعني صافي جداتي اللي كان عندي فيها الامل راه جرات عليا حداه هو كيشوف هو قلت له شو قلت له انا غادي نمشي لعند حبيبي نجلس معاه هادي. قال لي شوف ما عندك فين تمشي انا راه ما عنديش المراه اللي تبقى تدور لي من عند خالتها لعند بيباها من عند بيباها لعند خالتها غتهز حوايجك وغادي تمشي معايا. قلت له لا وحنا كنقول غادي نعملوا العرس وهادي. قال لي شوف قال لي غتهز حوايجك وغادي تمشي وغتجلس مع الوالده في الدار وانا غادي نكري ان شاء الله هيدا كنا اتفقنا انا وياه. قال لي انا ما غنقص ما غنقرب لك ما نوصلك شي مره غتجلس مع الوالده مع خوتي في الدار انا غادي نكري ان شاء الله شي سكينه صغيره على قدنا وغادي نفرشها وهادي وديك الساعه غادي نعملوا الليله ديالنا على قد الحال غير العائله ونمشيو. قال لي اما دابا غادي نبقى غنقوم جوجين في الوراق يعني ما كاينش اللي غيقصف لا غيقرب لي. صافي انا قلت صافي واخا زيت حوايجي مشي وفعلا بقيت جالسه مع خالتي انا يعني سينا عارف يعني هذاك الراجل اللي عايشه معاه في دار وحده وهادي راه كتبشي لي يعني ديك الشرط وديك الوعد اللي اتفقنا عليه راه ما بقاش.
المهم انا ديك الوقيته باقا صغيره، انا كنت لك يعني يلاه في عمري 15 سنه، بقيت عايشه مع في الدار، وليت كنكتشف ان السيد تخيل معايا حتى من المصرف ما كيبغيش يحطو، ولا كي ولا الشك بيناتنا على شي حوايج. كيش نقول لك دابا انا خدامه، كيخرج معايا هو كيوصلني للترونسبور، كنمشي للخدمه وفي العشيه كيتلاقاني كنزل من الترونسبور حداه كيرجعني للدار، ولا كيتكاسل على الخدمه ديالو مابقاش كيبغي يمشي الى خدم، كيخدم مره في السيمانه جوج مرات في السيمانه. وملي كنجي انا كيبقى يقول لي واش كنتي في الخدمه ولا كنتي مع صاحبك، يعني شي هضر وليت كنسمع هذه، ولا كيطعني في الشرف ديالي، وليت بزاف الحاجات بيت صافي. شفت راسي انا كيدير ما نقدرش نكمل معاه صافي. قلت له اسمع ولدنا صافي ما نكملوش، المهم اتفقنا انا وياه، كنا متفقين مشينا طلقنا. باش بغيت انا نمشي نطلق اول حاجه هذيك جداتي وهذيك ماما عكسوني بغاونيش نطلق. انا كان خصني نطلق حيت كنشوف راسي انا ما غنقدرش نعيش مع ديك الانسان، وهذيك الشيء اللي هربت منه غادي نرجع نعيش فيه. صافي بس كنقول انا هادشي ما مسلكش، يعني انا كنهرب من مشكل بمشكل اخر. المهم كنت خايفه انا، بس كنقول نزيد نبقى معاه وهادي، ولا بقى على هاد الحاله هادي كل بعد غادي يولي وليدات وغادي يولي هادي، ديك الساعه غادي نعاني كثار. دابا على الاقل انا بوحدي، يعني كيف ما كان المشكل غنهزو غادي نسكتو غنصبر عليه. المهم بقيت صافي مشينا طلقنا. ملي طلقنا انا رجعت عند جداتي، رجعت لعند جداتي نعيش معاها. جداتي ولاو كيشوفوني في الدار بحال شي عبء ثقيل عليهم، وفحال ما عرفتش يعني انا بعدا في الطلاق ديالي باش نطلق انا، بحكم انا قلت لك مسبقه صغيره وهما بغاو يعكسوا لي بغاونيش نطلق، وهذه اضطريت انا نقول لهم ان هاد السيد ما عملت معاه حتى شي علاقه. فهمتك غير باش انا نطلق. وفي نفس الوقت غنحشم نقول لهم شي حاجه، يعني صافي اللي راه ما كاينه حتى شي حاجه. ملي مشيت طلق سمعت في الطلاق ديالي حتى القادم اللي سقساني، قلت له راه ما وقع بيناتنا والو يعني صافي. طلقت جداتي بقات كتشوفني، انا قلت لك وليت كنخرج غير الحانوت غير الحانوت، كتصيفط خاي كيمشي يتبعني الا بغى الخدمه كيتبعني، ملي كنجي وتخيل معايا خاي بادر قسما بالله الا حتى صباطي كيهزو كيبقى يقلبو واش فيه رملة ولا فيه العصا ولا شنو، ولا خش يعرفني انا فين كنت. المهم وليت عايشه واحد الضغط واحد الحصار اللي ماشي عادي، ولاو كيسهموني، وليت الا مشيت للحانوت وجيت كيقولوا لي مشيتي جمعتي مع مول الحانوت بزاف بزاف. صافي بقيت هيداك، ماما رجعت عاوتاني كتبغي انا مابقيتش عايشه معاها، ولات واخا هيداك كتبغي تقول لي ديك اجي حضي لي خوتك اجي هادي انا باغا نسافر انا باغا نعمل انا باغا نفعل. انا صافي بزاف عليا ديك الضغط هذاك كامل، واش انا ماشي من حقي نجلس بحال الناس نسافر بحال الناس، نمشي عند خالي نمشي عند خالتي نجلس معاهم شويه، فين ما كنمشي عند شي واحد كتعيط لي وتقول لي اجي دابا حضي لي خوتك انا باغا نمشي شي بلاصه. صافي الحل الوحيد اللي بان لي هو انني غادي نخرج من الدار. هضرت مع واحد خالي، هذاك خالي هو يعني هو لا نقول لك يعني هو الامين للعائلة فهمتي يعني. المهم شبرت هذيك الساعة، قدرت مع هذيك خالي قلت له حبيبي انا راه شنو هاشنو هاشنو، قلت له انت كتشوف الضغط اللي عايشة فيه، انا راه عييت من هادشي هذا كامل. قلت له شوف انا واحد البنت صاحبتي كارية هنايا وخدامة وهي ما كاينه لا صاحبتي لا والو، انا غير باش نخرج. دور كاين واحد صاحبتي خدامه وكاريه بوحديتها، غادي نمشي غنجلس معاها وغادي نخدم لبيد من يعني نوقف رجلي شويه وغادي نكري بوحدي. حبيبي بحكم انه كان كيشوف نو داز عليا وديكشي هذا كامل، قال لي اللي بان لك قال لي صافي يعني انا ما عنديش مشكل، قال لي المهم انت راه قاده براسك. قلت له صافي خرجت انا هذيك الخرجه اللي خرجت فين مشيت؟ مشيت عند خالتي. هذيك خالتي كانت شحال نقول لك هما واخدين عليها واحد النظره خايبه، حيتاش المهم عندها بناتها وبناتها تاكل الله يقول لك ولا واحد يعني كانوا خارجين طريق. ديك خالتي ما كانوش كيبغوني نمشي عندها، وما كان المهم ما كان حتى شي واحد كيمشي عندها، كنت كلشي متهرب منها. وهاد انا هذيك خالتي هي حيتاش ماما ملي ما بغيتش انا نمشي عندها نقابل الاولاد وهادي بدات كتهددني، هذاك التهديد هربت منه حيتاش انا عارفه هذيك خالتي ما غتوصلش لعندها. ديك خالتي ما كيمشي عندها حتى شي واحد،
مشيت عند ديك خالتي بدات كتعيط لها في التليفون وكتقول لها جري عليها هذه ماما. بدات كتقول لخالتي جري عليها جري عليها. انا ملي مشيت عند خالتي بقيت جالسه معاها يعني بقى ما خدمت بقى ما رجع سمحت الخدمه سمحت في كل شيء يعني بديك الظروف اللي كنت كندوز منها وهذه سمحت في الخدمه وبقى جالسه يعني بقى عاد كنفكر انا يعني نبدا الخدمه عاوتاني. هذيك الوقيته شنو وقع؟ وقع واحد المشكل ديال انني خرجت انا وبنت خالتي بنتها خرجت وخرجنا معانا واحد البنيته صغيره حتى هي خالتي يعني خالتي هذيك اللي مشات معانا غير صغيرة. هذيك الوقيته اللي خرجنا حنا مشينا عند جداتي نطلعوا عليها هذيك البنيته الصغيره خرجت تلعب في الزنقه. ملي خرجنا حنا بغينا نمشيو في حمام ما لقيناهاش تلفات بقينا كنقلبوا مشى الحال تعطلنا حنايا. ملي تعطلنا بالخوف اللي فينا ما مشيناش لعندهم الدار وقلنا لهم راه فلانة ضاعت ولا بقينا مشينا وصلنا حتى للحومة وجلسنا جلسنا في الزنقة خايفين ندخلوا خايفين باش شنو نقول لهم باش نواجهون يعني جلسنا في الحومة وبقينا كنفكروا شنو غنعملوا. هذيك الوقيته هذيك بنت خالتي شنو قالت لي؟ قالت لي شوف دابا ما بقى عندنا حتى شي حل، يا اما غنرجعوا للدار يا اما غنعيطوا لهم في التليفون وغنقولوها لهم. حيت صافي راه وصلت نص الليل حنايا ما قادرينش نبقاو في الزنقه وفي نفس الوقت. هذيك الساعه عيطت لي ماها قالت لها ماما راه شنو وقع لنا. خالتي شنو قالت؟ قالت لها شوف نتينا اجي اخرى بلا ما تجي. صافي. المهم هذيك بنت خالتي مسكينه بقات معايا ما بغاتش تمشي وتسمح فيا، ولكن انا بقيت كنقول لها صافي غيسير صافي غيسير حيت كنشوف راسي انا اصلا بديت كنشوف المسار ديال حياتي يعني كنشوف راسي غندمر بلا ما نزيد نجر معايا واحد اخر. واخا هي يعني ما كانتش كتسناني انا نجرها ولكن واخا هذاك ما كنتش باغا نكون دم. المهم بقيت هذيك الساعه كانت ديك الليله الشتا والبرد وراسي ما عمر ما تنسى لي ديك الليله غير بعد حق الله. المهم صارت جالسه في واحد برادة ديال الطوبيس جالسه مدرقه تمايا والشتا كطيح والخوف. عمري بقيت الليل يعني في الزنقه حتى ديك الساعه هذيك تخيل معايا كنسمع غير شي واحد دايز يعني كنسمع صطامي ديال شي واحد في الارض القلب ديالي كيبغي يخرج من بلاصتو حتى كيدوز ديك الانسان ولا هذيك. المهم حتى كيدوز عاد كنطمئن واحد شويه. المهم بقيت هيداك ليله حتى الخمسة الصباح عارف كيفاش عيطت لي واحد البنت صاحبتي عيطت لي قلت لها شنو واقع لي؟ قالت لي شوف خوتي يلا خرجوا للخدمه حيت هي كانت ساكنه في الدرغيه وخوتها زاره وما مسكينه ما كتنوضش. قالت لي خوتي يلا خرجوا للخدمه اجي لعندي. مشيت لعندها المهم دخلت لي مسكينه كليز دوش ارتاحت قالت لي نعس دابا ولكن شي يوم اللي غتنوض تمشي بحالك قبل ما يجي خوتي من الخدمه حيت خوتها ما كانوا كيبغيو يدخلوا حتى شي براني للدار. المهم قلت لها صافي واخا. وكان ديك الليله هذه كانت ديك النهار هذا كانت ليله مولد ليله كنحتفلوا بالمولد. المهم بقيت معاها العشية قالت لي شوف بقى معايا الا ما هضروش خوتي هاتينا معايا الا هضروا غادي تمشي بحالك. لا صافي بقيت معاها. المهم خوتي ما بقاو شي ناضو كيهضروا عادي. انا بلا ما تجي هي تقول لي ملي شفتهم كيفاش كيشوفوا فيديو كل شي كيهضروا معاها هيدا بقى بعين وهادي صافي لا اختي انا غادي نمشي. صافي خرجت وكنفكر في ديك وكان جا الليل عاوتاني كانت ولكن كان باقي بكري كانت ديك الوقيته ديال المغرب كنفكر فين غندوز ديك الليله عاوتاني كيفاش غندوز عليها. شويه وهي تصوني عليا واحد السيده هذيك خالتي اللي جالات عليا هي اللي عطات النمره ديالي. وهذيك السيده عندها واحد الدار المهم واحد الدار مكلفه بها وصافي كتكريها البنات ابيوت. شبرت انا صونات عليا قالت لي اجي لعندي قلت لها واخا مشيت مع عندها قالت لي شنو واش تجلس معايا اولا نعطيك البيت انا باش نجلس معاها عندها ولدات تبارك الله عزري في الدار وعندها فهمتي يعني راجل بنتها يعني ما جاتنيش نبقى جالسه معاها. قلت لها صافي عطيني البيت. عطاتني ديك البيت وعطاتني واحد اللحاف شنو نقول لك. المهم الله يكثر خيرها على كل حال بعدا ما دازتنيش
جلست في ديك البيت شديته، ولكن شنو قالت لي؟ قالت لي شوف هاد اليومين جيب لي فلوس، حيت انا قلت لك هي كانت غير مكلفه بالدار، يعني الا جا موالي الدار لقاو البيت عامر وباقي ما شادين شي فلوس وغيردوها، هي كتكري البيوت وما كتقا وما كت فهمتي وما كت ما كتديرهم شي فلوس. قالت لي فهاد اليومين جيب لي فلوس. قلت لها صافي واخا. انا المهم ديك الساعه كنفكر غير ما نبات شي بالزنقه. دخلت بحالي لديك البيت، ملي دخلت انا البيت عاد بديت كنفكر انا مين غنجيب الفلوس في يومين، مين غنجيب الفلوس، مين غنجيب الفلوس. المهم بقيت صابره وساكته كنفكر، حتى طاحت لي في بالي هذيك بنت خالتي، طاحت لي في بالي بنت خالتي. صافي يعني ديك الساعه بقات كتبان لي غير انني كنخرج معاها وصافي. يعني تخرج لديك الطريق مهم خرج هذيك الوقيته اللي انا خرجت فيها اول مره. ما كنتش عليك اخي بدر، قسما بالله لا ندمت قسما بالله لا. شتي كون كانت ترجع بيا الوقت اللور نسعه وما نخرجش، نسعه ما خرجش. مهم خرجت معها اول مره اللي خرجت. ما نقول لك شيء ان بني ضميري او لا حسيت بشي حاجه طيب او لا، بالعكس شي انا اول مره خرجت لقيت كل شيء عينو عليا وكل شيء باغي يحن فيا وكل شيء باغي يطلع فيا وكل شيء فهمتي. ما ديك الوقيته شنو لقيت؟ شنو لقيت انا بالزنقه؟ لقيت فيها الفلوس اللي ما عندي شيء، لقيت بلي الزنقه غتوفر لي بزاف الحاجات تودا قصيره. ولقيت فيها الحنان، كاين بنادم اللي هو واخا ما كيحن شي فيك من قلبه، ولكن على الاقل انا عمره ماشي واحد ما خداني في النوطه الطبيعيه ولا قال لي شي هضره مزيونه ولا فهمتي. ما لقيت لا في ماما ولا في با ولا حتى في شي واحد. يعني هذه هي الحاجه اللي خلاتني انني نبقى تابعه للطاقه. انا كان بامكاني نخرج ديك المره هذيك صافي، ولكن هذه هي الحاجه اللي خلاتني نبقى تابعه للطاقه ماشي الفلوس. بقيت هيداك بقيت هيداك النهار اللي صافي اللي حسيت براسي انا صافي خصني نسالي من ديك الطريق، راه ديك الطريق ماشي ديالي. وكنت اللي كنمشي معاه كان كيقول لي نفس الكلمه، كيقول لي شوف وجهك ماشي ديال هذا الشيء. قلت ماما قلت ماما مهم وصلت واحد الوقيته وليت ما كنمشي خايب اضر، وليت كنجرب شويه بشويه، وليت كنشوف البنات كيكميو، وليت كنشوف بزاف البنات كانوا كيخرجوا وكانوا كيشربوا. ملي كنقول لهم علاش كتشربوا انا فهمت كنخرج ما كنت كنعمل حتى شي حاجه في الاول. ملي كنقول لهم علاش كتشرب نقول لك شوف حنايا يعني خارج انا الدور ياك يعني باش نجي ونمشي مع واحد هيدا يعني وانا صاحيه ولا هذيك ما غاديش يجيني ما نقدرش كيشربوا. وليت انا الوقت اللي وليت كنحس براسي انني انا ما باغاش نمشي مع ديك الانسان، ولكن وليت مضطره فهمتي بحال اللي نقول لك تبليت مسكين. هذيك الساعه وليت حتى انا كنتمطى الكارو، كنتمطى الشراب، وليت كنتمطى بزاف د الحاجات. شوف ما كنتش كنعمل كل شيء، ما نقولكش كنت كنعمل كل شيء، ولكن راه المهم كبائر كيبقاو كبائر. قلت لك هذيك الساعة هاي بقيت على صبر هذيك الصبيحة، حتى وصلت واحد الوقيته لأنني صافي قررت أنني ما بقيتش باغا نمشي في ديك الطريق. ولكن باش نرجع نخدم انا هذيك الخدمه كرهتها، حيت ديك الخدمه اول حاجه ما تعلمتهاش يعني وانا باغا الخدمه يعني انا كنت باغا نقرا ما كنتش باغا نخدم ديك الخدمه، انا كنت غير كنلعب غير كندوز الوقت. الخدمه ديالي كرهتها ما نكذبش عليك، واش سحور واش الله اعلم، انا الخدمه كرهتها مره واحده. كنشوف راسي انا كارهه، خصني خلاص نكرهها، خصني المهم. هذيك الساعه شنو عملت؟ مشيت عند الباترون ديال واحد المحل كنت كنجلس فيه،
قلت له انا شنو قلت له الظروف اللي غاليه لي انا طبعا انا باغا نخدم ما كنتش باغا نمشي مع شي واحد. وقف معايا مسكين وخدمني وقال لي صافي وبدا كيعلمني وخا قلت له انا عمري ما خدمت بدا كيعلمني بعدي واحد شويه انا هذيك ما خدمتش بزاف خدمت غير شي شهر من بعد لقيت راسي حامله وي وما عرفه شكون بابا لا عارفة عارفة شكون بابا وملي عيطت لبابا وقلت له أنا راه شنو وقع لي ما نكرشي ولكن شنو نعمل بابا كان ولد الفشوش مش عيط لخته خصو حضرات له الفلوس وجاو كيقولوا لي خاطي خصك من الكورتاج انا ما كنتش باغا نمد الكورطاج كنت كنوصات لي انا عملت واحد دم كبير ما زيدتش ما نمسحوش بدنب واحد اخر ما كنتش باغا ولكن المهم بقى عليا حيت هو كان مزوج كانوا عنده جوج وليدات اخرين فهمتي يعني صافي وديك خطو جات بقات كترغب لي وكتقول لي شوف انا ما يعني على وجهي وادي وما انا ما نخليكش وما ندوزكش وادي صافي قلت انا صافي ماشي مشكل المهم انا ما نقصاش مشاكل ومشيت عطنا فلوس مشات معايا عملنا كورتاج كنت باقا صغيره ديك الساعه انا قلت لك يعني يلا عندي ديك 17 يمكن ودابا شحال في عمرك مريم دابا عندي 26 عام مزليك شي هاد الهضره هادي خايبه درقه صوم بالله لا ما حتى شي واحد في الدنيا ما كيحرصها اول مره في حياتي غادي نقولها وبكتي لي كامسي فوقاش وانا دابا شوف شحال داز من عام وهاد الكلمه وعلى لي معلقي باغا غير نعاود باغا نخوي باغا نهضر ما زعماش ني معانا كنت كنقول حتى باش انا اللي نعاود وهاش قلت ما عرفاش واش خصني نهضر ولا ما خصنيش نهضر لا كنفكر وكنقول ربي يسترني علاش انا غادي نطرح راسي ولكن في نفس الوقت عقده واحده هي ما غنخرج المهم مشيت بزيك كورتاج صافي ملي بغيت باش نرجع عندي الخدمه المغرب ما رجعوليش هذاك الجيرو ما بغاش يرجع لي درتي الكورتاج ملي الكورتاج ومن بعد سمحوا فيا يعني لا دواء لا حتى شي حاجه بقيت هايداك المهم غير واحد السيد كان خدام معايا في ديك الخدمه النيت يعني كان خدام هو اللي كان عاوني وجاب لي الدواء وقف معايا وبقيت حتى بريت موراها صافي بقيت هايداك صافي حلفت انني ما غاديش نبقى نخرج تعرفت على واحد يد بقيت معاه واحد العلاقه يعني كنت ماشى معاه في علاقه جديه يعني ما وكان وكنت عاودت له كل شيء وقال لي صافي والماضي ما كيهمنيش وهادي وبقيت ماشى معاه من نيتي المهم صراحة يعني كان هو موفر لي كل شيء يعني ما كنت لا كنخرج ولا حتى شي حاجه بقيت زايدات كتجيبها كنمشي معاه يعني كانت بيناتنا علاقه كامله بقيت معاه حتى لواحد النهار عاود ثاني وقع لي نفس المشكل وغنلقى راسي حامله وهاد المره انا كنت حماره حيت الاولى كنقولوا غلط ولكن الثانيه ما كتكونش غلط الثانيه كانت ثقه كنت باقا كنتيق وباقا كنقلب على ديك الحالة باقا بغلي عن فيه سلام مهم لقيت ملي لقيت راسي حامل قلت له هو كان عارفني انني ما كنمشي حتى مع شي واحد غير معايا يعني كان كل شيء كيدوز على عينه كان كيبقى يضل معايا شحال وهادي بحكم انه هو الخدمه ديالو يعني كان مساري فهمتي يقدر يهضر معك هو خدام يقدر ماني تقريبا التليفون كان ما كيطفاش بينا وهي ملي قلت له هادي قال لي نطيح قلت له ما يمكن ليش قلت له ما نقدرش
قلت له اخر حاجه فكر فيها هي هذه صافي انا غلطت ما انا عاودت لك الظروف ديالي ماشي باش تعاودها عليا مره اخرى. شنو باش يقنعني في الاخر؟ بقى كيقول لي شوف دابا انا خدم يعني ما نقدرش نجي ونقول لوالدي انا سيده حامله مني ولا هذه، قال لي غنطيحه وغادي ندي. المهم انا ما كذبش عليك ما كنتش مستعده باش نتفارق مع هذه الساعه هذه، كنت كنقول يمكن صافي نتفق فيه صافي. انا نيه انا حماره ماشي غير نيه انا حماره. المهم مشيت معاه جاب لي واحد فرمليه ولا ما عرفتش شنو هي، جابت معاه شي دواء صافي عملت لي ديك الدواء طيحت المره الثانيه. طيحت ديك البيبي صافي. من ثم حلفت انني ما نزيد شي حد نخرج ولا نزيد انني نتعرف على شي واحد صافي. بقيت بوحدي بقيت عايشه بوحدي ما بغيتش نعاود نفس الغلط، بقيت عايشه بوحدي صافي. تيقنت انني في هاد الدنيا راه ما كاينش اللي غيحب فيا وبلي راه كلشي باغي غير يفترس وكلشي باغي راه كاينش شي واحد اللي كيحب. قطع سياسي وبقيت كنقول انا مادام والديا اللي ولدوا لي ما حنوش فيا اذا ما عمر شي واحد في الدنيا بغى يحب فيا. صافي قطع سياسي مره بقيت هيداك حتى النهار اللي بقيت كنخدم. رجعت الخدمه ديالي رجعت للدومين ديالي وكان جات واحد الوقيته ديال الازمه صافي والخدمه وقفات ولينا كنخدمو قليل مره خدامين مره جالسين. وكان جات كورونا في ديك الوقيته ديال كورونا كلشي جلس كلشي شركات شدو كلشي. انا اضطريت ديك الساعه غنمشي نخدم في واحد الخدمه اخرى وديك الخدمه كانت حره يعني خدمه هايده في السوق تبيع وتشري مع واحد كنت كنبيع وتشري خدامه مع واحد الشركه نيس اللي ما قدرتش نسميها. المهم كانوا كيعطيونا خدمه غير في السوق. تما فين غنتعرف على واحد الانسان ماشي تعرفتي على ديك الانسان، هذاك الانسان كان الناس كتجمعني كتجمع بيني وبينو غير ديك الصيله ديال الخدمه. هاك صرف لي اري صرف لك هادي نجيب لي معك هادي قرب معك يعني هادي حيتاش كنت كنخدم حداه. مهم عائلته اللي كانوا تعرفوا عليا خوتو هادي كانوا كيجيو عندو كيتقداو من عندو كيتقداو من عندي صافي يعني ولات بيناتنا ديك السلام لاباس بخير. كيجيو شي مره كنجي خطو ولا هادي كتبقى جالسه مع عاد كتمشي. المهم ولات ديك العلاقه يعني قريبه. هاد النهار بقاو جبدوا معايا الموضوع قلت لهم شو قلت لهم انا صراحه راه ما كنفكرش بالزواج وقلت لهم انا ما عاودت لهم شي هذيك القضيه ديال انا خرجت للبنكه وشنو وقع لي وشنو وقع لي. عاودت لهم هذيك القضيه ديال انا راه تزوجت وشنو وقع لي وشنو وقع لي وتلا دابا ما كنفكرش بالزواج. انا هذيك الساعه هما كانوا يقولوا لي لا وتينا شحال قد غادي تبقى بحال هيدا وبس كنشوف راسي فعلا انا عايشه بوحدي وعادي. وقلت شنو قلت انا مع بالي انا اللي كنت كنقلب عليه انا في الزنقه وما لقيتش شي نقدر يعني هدف هذا غيكون راجلي وبالحلال فهمتي يعني حتى انا عايشه بوحدي زعما هيدا انا هيدا فكرت. المهم قلت لهم صافي وتوكلت على الله. انا كنت عارفه مبلي كان مبلي بالحشيش وكان كيتقرقب ولكن شنو كانوا كيقولوا لي له ما وله انا اللي قلت لك يعني انا باغا ديك الساعه غير شي انسان حياتي اللي سواء راجل او امراه او المهم باغا شي انسان اللي يحب فيا. هذيك الساعه انا محتاجه له وهو كان كيقول لي بلي انا صافي انا براسي يعني خصني شي ناس وغادي نجمع راسي وغنحيد عليا هاد البليه وهادي. ولكن انا كنت كنعرفها كيعمل غير هاد الشيء ما عرفتهاش كيعمل شي حاجه اخرى من غير هاد الشيء هذا. المهم اللي توكلت على الله مشينا جا للدار ديالنا تخطبنا قرينا الفاتحه جا للدار ديال حبيبي وهي تا ماما كانت حاضره وكلشي قرينا الفاتحه وهادي. هاديك الوقيته قال لي هو انا شوف على بيد ما يوجدوا الاوراق وديكشي وانا لاكارت كانت ضاعت لي لاكارت كانت مشات باش نعدل لاكارت. هذيك الوقيته كانوا كيجددوا لاكارت القدامين كيجددوهم كلشي كيتبدل يعني كان واحد الضغط كبير وكانوا كيعطيوها كرونديفو فيه شهرين. هذيك شهرين انا غنوجد فيها لاكارت وعاد نجمع الوراق. قال لي هو انا ما بغيتكش تبقى ساكنه بوحدك انا ما نسيقش فيك ساكنه في ديك الدار بوحديتك حيت هو الراجل اللي غنتزوج به. انا راه كنت عاودت له كلشي يعني عاودت له شي كلشي ولكن هو كنت عاودت له كلشي
يعني ما يمكنليش غادي ندخل على واحد الانسان بالكذب، عاود طلع ليا كلشي. المهم هذيك الساعه انا قال لي ما تبقاش يسال الناس، ما انا جمع مات انا بحال اي بنت، هزيت التليفون عيط لماما كنتشاور معاها ياك. ماما شنو قالت لي؟ قالت لي عنده الحق، شي ناس ساكنه في ديك الدار انا براسي ما مرتاحاش. تما قلت لها ولكن ماما انا راسي نبقى معاها بلاش معاها العقد. قالت لي هي شوف، تما قريتو الفاتحه باش بالعهد ديال الرسول كان شي عقد، قريتو الفاتحه مع بعضياتكم راه نتينا دابا مراتكم. قلت له صافي. المهم توكلت على الله، جمعت حويجاتي مشيت لعندو، ديك داز ديك وصل ديك الرونديفو اللي غنخرج ليها، نمشي انا من البصامات باش نخرج لاكار. هذاك الرونديفو فاتني، انا نسيت ما عقلتش على النهار بالضبط. صافي فاتني ديك الرونديفو، ملي مشيت رجعوا عاوتاني عطاوني رونديفو من جديد، يعني وليت انا عايشه 4 شهور مع السيد في الدار بلا عقل. هذيك الوقيته بديك المده هذيك حبلت المهم يعني ديك الساعه ما بقاش عندي شي حل غير انني نصبر. هذيك الساعه عاد بديت كنكتشف ان السيد ماشي غير مبلي غير بالقرقوبي، وهادي حتى في ديك الوقيته هذيك كامله كان باقي كيبين لي غير الحشيش والقرقوبي. يلا بديت كنكتشف عليه الشرب مره مره كيشرب، من موراها ولا الشرب من موراه ولا كيجيب الغبره، هادشي حتى عملنا العقد. لازم ديك شهرين ثانية وخرجت لاكارت وعملنا العقد. النهار اللي غادي نكتبو انا وياه العقد خرجنا من عند العدول مشينا للدار، كان رمضان، مشينا للدار مور المغرب. قال لي انا غادي نخرج القهوة، قلت له زعما حيت انا عارفه كيخرج القهوة كيتقرقب. انا كنت كنحاول زعما نبعدو على ديك الطريق، يعني صافي انا بغي انا لو كنت بغيت نبقى نمشى في ديك الطريق ولا نعيش في الحرم كون بقيت فيه كون بقيت في الراس، ولكن انا ما بغيتش، انا بغيت نعمل واحد الاسرة نقية. هضرت معاه انا قلت له شوف، قلت له لما نمشي القهوه خليك جالس معنا اليوم، زعما راه حنا عائلتك. كنت بديك الساعه بقى عايشه مع يماه في الدار وخوتو، قلت له زعما راه حنا عائلتك ماشي كتجي غير كتاكل وكتخرج ولا كتجي تنعس وكتنوض كتخرج. ما تناقشش معايا على يدو وضرب علي، ما قال لي حتى كلمه. انا على نيتي كنهضر حتى على يدو جمع معايا، ما عرفتش منين جاتني هذيك اول مره غيضرب لي وخرج. باللي رجع كيهضر معايا عادي. شنو قلت انا؟ قلت ما غنحكر شي بلا ما نبقى نزيد بنادم تفجج نوض هادي والصداح وهادي وغيزيد يكبر المشكل. صافي بلاش ننسى الموضوع، نسيت الموضوع دوزت مشغيب. قلت صافي ما كاين والو، هاديك الساعه انا حامل عليه الساعه صافي راس الراس الراس ومبقاش عندي نجي ولا نجي ولا الساعه ماليا غير نصبر. مهم قلت ماشي مشكل، إلا ضربني بعد على الأقل راجلي. صبرت تا ولا ديك الشي عندنا عادة، ديك الضرب وديك شوية وليت كنشوف السيد كيجيب الغبرة ولا كيجيب الشراب من الدار كيشرب من الدار، شوية ولا كيمشي يقمر ولا فلوسو كيمشيو له في القمار، مبقى كيشيط حتى درهم ولا كينوض صداع مع خوتو حيت مكيبغوش يعطيوه. شوية صافي خوتو طلع لهم فراسو وخرجو كيقلبونا على الكرا، كراونا في واحد الكراج، كراونا غي كراج والفراش عطاونا من عندهم غير هيدا باش نديفاني. ومشيت معاه وصبرت ونقول ماشي مشكل، المهم هو أنني يعني باغا غير نعيش بسلام، ما باغا حتى شي حاجة. صبرت معاه وكنتهرس من يدو وصبرت وكذا، تحت معاه وما بقاش وما خدام شي، يعني عائلتو اللي كيعطيونا باش نصرفو، يعني هما الصراحة يعني من ناحية الماكلة والشرب وهادي ما ناقصني حتى شي حاجة، ولكن ما تفكرش مثلا في الكسوة أو لا في هادي، إلا إلا جا العيد غيكسيوك باللي بغاو هما وغيمشيو لك. ديك الكسوة ديال أنا نقولك ديك الشعبة ديال 80 درهم وغادي نكونو فرشيو في الأرض غيجيبوها لك وغيبقاو يقولوا للناس كاملين وحنا شكينا لها الكسوة، حنا شكينا لها الكسوة، فهمتي؟ هذيك المسألة هذيك كانت كتخليني أنا ننتظر مع أهل الخدمة كنقول له أولي الناس راه خصك تحرك، وشحال قدك عائلتك غيبقاو يصرفوا علينا غيبقاو يعطيونا كيبقاو اللي واكلة شربوا ما ناقصك حتى خير، شنو بغيت؟ هو بالنسبة لينا الزواج هو تاكل وتشرب صافي. حقيقة هذاك
وليت كناكل العصا في الصباح وفي الليل، وليت ملي كنتهرس من يد وتخيل معايا اخي بدر كنبدا بكلشي ديال حتى الماكله كناكلو حتى من تخيل معايا كنولا كيطمع فيا الويل وجوانات وانا ما كنعرفش شي. كان كيقول كان كيضرب يدابز معايا ديك الجوانات تقلبات ولا تقطعات ولا ما كنعرف لها شي، كيرد كيدابز معايا وكيبقى يغوت وكيبقى يسبني غير من الصندال تحت، ما كانش زعما كاين الاحترام ولا نهائيا. وانا ديك الساعه حامله الارنب ملي بدا كيبرق بيدوز عيد عاوتاني رجع للحاله ديال الضرب. الاول ما كانش كيضربني، كان كيدابز معايا وكان كيجري ليا وكان كيجري ليا في الصايص ديال الليل كيخرجني ولا كيضربني. تخيل معايا اخي بدر لواحد المره الا حتى فكني خاه خاه لوزي فكني من يدو كان غادي يقتلني وانا حامله بثمن شهور. وكنت مريضه كنت شاده الفراش مره صافي ما كنقولش هو كيقتل فيه صافي الروح ما غادي تخرج مني. تخيل اخي بدر كيشدني من شعري كيبقى يضربني وكلشي وكيقول لي هذا اللي جمع بينا هذا ما صافيها له زعما ولا هادشي هذا كامل. كيبقى يضربني في كرسي يضربني في كرسي وكنطيح في الارض بالغوات وكيرجع كيشدني من شعري وكينوضني وكيوقفني مع حاجه كيضربني في كرسي. كيزيد هذو صابره وكنقول شي مشكل كنقول يمكن ملي الاولاد تزاد عليها المسؤوليه ويعرف حق المسؤوليه والمصاريف وديك الشيء راه غادي يعفو على الله. كنقول الله يهديه كامل وكنقول الله يهديه. ودابا اشي ودابا اشي مهم قصه هيدا مضيعانا وطلعك القصه هيدا من اللي ولد كنت كنرجع من السيد انه غادي يفعل عليه الله يد غير صغير معايا غي بعد نهار السبعين غي يدبحوه وما غي يسبيه الولد. انا ما خباريشي انا ما فرنسيشي انا ما غير حدي بارك حتى سمعت غير بو سمعتها كتقول كتهضر معاه بزاف تليفون وكتقول له راه النهار الفلاني غادي ندبحوه. شنو قلت له شنو غتذبحو؟ قالت لي وغادي نسبيه. وقلت له انا ما فراسي والو. قالت لي والمهم راه حنايا عندنا معروفه كنسبيو نهار سبعيه. المهم عندنا شحال ما كاين حتى شي حاجه عزيز تليفون عيط لماما ماما حدا جاتنا عندي نهار اللي خرجت من السبيطار موراها ما زيدش يشوف صبرا نهائيا. ما تا شي واحد زعما مسوقني واش كيز واش ما كليتش واش نوط واش بريز واش فيها شي حريق واش ما فيهاش شي ولا نهائيا. عرفتي شكون اللي جا عندي اخي بدر في الوقيته؟ جاتنا عندي خالتي اللي كنت مزوجه انا بولدها في الاول هي اللي جاتنا عندي هي اللي جاتنا عندي وهزات لي حوايجي وحيتاش عكوزتي كانت كتهز حوايجها وحوايج ولدها كتصبلو وديالي كنردهم الشبكه. جات خالتي وهزات حوايجي وحوايج ولدي وهزت وطيبات لي سكينه ما ناكل وخلات لي الماكله وهزت الحوايج جاتهم وصبناتهم ولا غدي رجعات عاوتاني ولا بدي الحوايج ورجعات عاوتاني طيبات لي وعاد مشات يعني هي اللي قابلت. المهم وهذيك خالتي في ديك الوقيته راه حتى بنتها كانت والده سامحه بنتها وقابلاني انا. انت عرفات ما عندك حد؟ قايل معايا في هذيك الوقيته جا ديك ديك السابع نهار السبع ايام صباح الراجل كيقول لي قلت له انا فيا جوع ما واكلتش نهار كامل هذاك السبع ايام ما كليتش مره قلت له انا فيا جوع ما واكلتش قال لي ناض كيدابز معايا وكيغوت وكيسب وكيقول لي سرق زينا اللي ما بغيتيش تمشي تولد في الدار في دارنا في المدينه ديالهم زعما. قول له شوف انا هنايا حدا عائلتي وفي مدينتي وكل شيء وما عملتوش فيا الخير كيفاش غتعمل فيا الخير مع سكيني لمدينه اخرى. زينا اللي بغيتي تما خوتي اخرين كانوا غيعملوا لك بيان تما خوتي اخرين كانوا غيعملوا لك وغيفعلوا لك وغيفرحوا بك وغير انا كنقول شوف انا ما تفرحوا بيا وتعمل لي حتى شي حاجه بعد غير مني وخليني نرتاح انا مزوقه فيك من بعد غير مني. ويما كتقول نو بعد من ناعتينا غادي ترتق لها الغراس كيقول لا انا بغيت ديك الغراس ترتق ولا وتموت دابا
وكيغوت وكيسب فيا وانت شنو الهضره اللي كتقول لي؟ كيقول لي انت انا امك وما حنتش فيك وما جاتش تشوفك، شنو كتسنى مني انا؟ أصعب بالخير لو عمرة ما تنساني شي، أنا مقدر ننسى أي حاجة إلا اللي دابا هي في العبالة ديالي واللي دابا هي في النفس ديالي، عمري ما ننساهم في حياتي. المهم داز ديك الحلم ديال الصبح، لغد ليلة الصباح جات خدمة جايبة لي حوايج ديال التربية طبعناتهم وجابتهم لي، رماتهم لي عيطة فوق الفراش وقالت لي هديك الساعة رجمع معاك لهادو باش في العشية تمشي بحالك. لا واخا زيتا عزيز ديك الحوايج جمعتهم شوية، جا هو الخارج، ملي جا هو ناض ناقش هو وخطو نوضو صباع، وثاني خطو جاتنا عندي عتقولي واحد الكلمة قد راسها قلتي صافي سير فارق ليا لدارك، انا ما عندي حتى شي دم، ما عندي حتى شي دخلة خرجة، انا الوقيتة اللي كان غادي يهبطني من داري لدار خطو فين غنعملو اسبوع، ديك الساعة جاب لي هو تاكسي حتى للدار، انا ما كنقدرش نوقف الساعة كنت مريضة، جاب لي تاكسي حتى للدار، شنو خرجت لابسة لابسة البيجامة ديالي ولابسة بينوار طويل من فوق ياك، وهذاك البينوار كان ديال اختو كان خلاتو عندي في الدار، حيتاش انا قلت لك ما كاينش زعما اللي غيكسيني ولا اللي غيشري لي ولا كنت كنلبس غير من مرفوتو، اختو وحده اللي كانت في ديك المدينة اخرى كانت كتبيع وتشري ديك الشيء ديال البيجامة، كانت مره كتصيفط لي شي بيجامة صافي، هادشي اللي كنت انا. المهم هذيك الوقيسة انا ملي قالت لي تمشي بحالك ليا لدارك، قلت لها صافي اختي واخا، هزيت حوايجاتي جمعت حوايجي هو صافي هز ديك الشيء مشى جاب تاكسي، انا هو هذا لبست عليا ديك البينور باش غنعاود نمشي به، ناضت هي قالت لي هذاك البينور اللي لابسه راه ديالي، هو سمع هذيك ملي سمعش ما يقول لي حيد ديك البينور مهلا واجي، انا هو معصب يعني ما نقدرش نهز معاه في الهضره، اللي سمع في الهضره غير يضربني وانا ما قادراش نسال، ما قادراش نهز شي دقه في ديك الساعه هذيك، حيت ديك البنوار عطيت ولا وصايم معايا خارجه في الطنقه بيجامه، وانا نفسها خارجه بيجامه خايف هضر، هزيت راسي ومشيت، كنقول ماشي مشكل مشيت ديك الساعه واللي وصلت للدار شنو غادي يعمل؟ غيهز الفراش ديال الدار كامل، ديك الساعه كنا كرينا واحد البيت وكوزينه علاش في الكراج، ولكن راه بيت وكوزين كاين شي كاين شي حتى حتى شي كاين شي زعما حتى شي مساحه اخرى. المهم وصلنا ديك الدار غيهز الفراش كامل يعني استدر لي كامل النفسيه والماليه وكلشي كلشي كلشي هزو حيد وخرج برا، وكيخوي الماء على الحيوط على الشراجم وكيقول لي يلا وصيه خليش الماء يهبط في الدروج، وانا بديك الحريق اللي فيا وديك شابرة ديك الكراطة وديك الشطابة وقاسة كنجمع كنسيق، وهو قاس كيغوت وكيسب فيا وكيقول لي تستاهل هادشي كامل اللي كيوقع لك تستاهلو انت، هنا اللي ما بغيتيش تمشي تولف، باقي ما نساش الموضوع، باقي كيعاير ليا وباقي كيقول لي يمك وما جاتش تشوفك، باقي كيقول لي انا عملت فيك الخير وانا غير جمعتك وانا غير عملت لك وفعلت لك، وهاد الهضره هادو كامل كنت كنسمعهم يوميا، ماشي غير يوميا راه الصباح في العشيه كنت عايشه بيهم، هذا اللي صابره معاه خيب هضر، صابره معاه ما خدامش، صابره معاه كاع عيطو اللي كيصرفو، صابره معاه هاد البليه ديالو، صابره معاه هاد السكنه اللي مسكنني، ولي كنهضر معاه كيقول لي مالكش ناقصك عايشه احسن من الاميرات، وهاد الرجل كيجبد لي ديك انا غير جمعتك من الزنقة، انا غير جمعتك من الزنقة، انا مش معليش من الزنقة، انا الوقت اللي عرفني هو كان فيه يلا جمعت راسي. المهم هاديك الساعة كان ولدي باللي كيغوص غير بادر كنمشي نردعو كيقول لي دوز الصياغ ما تبقاش تعمل لي السباب، ديك الولد فين ما عمل واع غادي تمشي ليلو باش تعمل بيه السبة. بارت تاريس ديك السياحه قلت معنا ديك الدار، المهم الحمد لله كنقول الحمد لله اللي باقا ما وقعت لي شي حتى شي حاجه، مشيت شديت بلاصتي تكيت يلا تكيت ويجي عندي، قال لي فين هو داك المصطب اللي فيه الفلوس على حساب الفلوس اللي كانوا كيجيو الناس كيعطيوني، قال لي فين هو داك المصطب اللي عندك فيه الفلوس، قلت له ما عقدتش فين خبيته هو، شدي راسي شدي دابا انا كنت نهضر معاك بوضوح اخي بدر، انا كنت مغرزه ياك كنت والده بالغرز
هذوك الغراز هذوك الغراز كيكونوا مايلين على رجل على واحد رجل الجهه واحده اي شدني من ديك الرجل اللي مغرز كيزوقو كنقولو انا شنو 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 كاين كنعرف شنو كاين غنسدي من ديك الرجل اللي مغرزه وغادي يجرني واحد الجره غيبادر لي الموت قسما بالله باقا لي حد الان ملي كنجبد هاد الكلمه هادي كنحس بديك التكه ديال ديك الغرزه متصب اللي غلق هو باقي يقول لي عارف بزاف وخاصه غير المهم عطيتو ديك الفلوس مشى عطيتو ديك الفلوس مشى خرج حالو انا جالسه شكون دافي بكي ولا انتحر ولا عمل اللي قال لك كنشوف تكنعي وكنشوف ولدي صافي بقيت عيدك دازك سبوع دازك شي هذا كامل باقا الحالة يا حالة وكل مرة كنقول ولي في ديك ساعة كنقول يمكن حيث يعني الأب ما كيحشي بالأبوة من الأول يمكن من بعد غد يبدأ يكبر الولد شوية ويبدأ يشوفه كيلعب حدا ويبدأ يشوفه تحرك حدا عادي ساعة غادي يحس وغادي بعد هالشي هذا كامل باقا عندي الأمل باقا عندي الأمل أن هاد السنة غير تصلح شي نهار المهم هذاك الحنان بعدا اللي كنت كنقلب عليه راه كاع ما كاين وما لقيتو شي وبقيتش كنقلب عليه ما بقيتش باغا وليت باغا غير نعيش بسلام المهم هذيك الوقيته كانت باقا حالته هي حاسبه الشراب القرقوبي الغبره كيولا كيجيب لك شي للدار كيعملو بوص الدار كنقولو انا شنو الناس على الاقل ملي بغيت مليتي ما بغاش يربيه فواليك باغي تشرب شرب بالزنقه ماجي تشرب لي حدا ولدي بغيتي تلفح حتى تلفح بالزنقه ماجيش تلفح لي حدا ولدي كيقول لي ولدي باقي ما كيعرف والو ولدي باقي ما كيعرف والو اما خوتو هنايا كنا وصلنا لديك المرحله ديال ديك الضحك ديك الضحك الباسل ديال شوف اختي الا ما عجبكش الحال سير وخلي لنا ولدنا حطنا ولدنا وسير نهار اللي جيتي جيتي بلا ولد حتى دابا تمشي بلا ولد فهمتي هاد الكلمه مره كيلوحوها واخا ما كتكونش داخله في الموضوع اللي كنهضروا فيه مره خصهم يلوحوها مهم قيت هيدا كنقول لهم يتبدل اللي بيتبدل ولينا كنمشيو نسكنو مع الناس كيجريو علينا حتى واحد ما بقى كيبغي يكري لنا بالصداع اللي فينا يلا كنسكنو شهر ما كنكملوهش كيردو لنا فلوسنا كيقولوا له سير شي نهار غادي تقتل لنا هنايا ولا شي حاجه من الاحسن صافي هاد البلا على راسنا هيدا ولينا عايشين انا وهي السيد ولا لدرجه انه احتاج خوتو اللي كانوا كيشريو لي الكوش للوالد وعادي وكانت كتشري لي الكوش بحال دابا نقول لك الباكيه باقا ما تسالات كتكون شرات لي وحده اخرى انا قلت لك هو ما عندوش غير كتاف باش يمشي يخدم ويصرف علينا ويخلينا نعيشو مزيان وصلت بيه لدرجه انه ولا كيهز لي الباكيه ديال الكوش من الدار وكيمشي يبيعو ماشي يشري الحشيش والكارو ديالو الحوايج ديال ولدي مابقاش كيستعملو داكشي بحال الكونه ديالو اولا ديك العجيله ديالو داكشي هذاك ولا كيهزو كيمشي يبيعو صافي هادشي باش ولا عايش السيد هادشي باش ولا كيوفر البليه ديالو المهم قيت هيداك صاحب راه ودق المخير على ظهري حتى بدا كيكبر ولدي شويه بدا كيفهم ولدي ولا كيشوفنا كندابزو بشي حاجه صافي كيمشي وكيشد القنت كيبقى خشي تما ما كيزيدش يتحرك فاش كنرجع كنقولو اجي عندي بنتي بغي شي وليت كنشوف انا ولدي بحال اللي بدا كي بحال بدا كيخاف بدا كيتعقد بحال صافي حتى لواحد النهار تخيل معايا غيبادر على ماما موضوع الصح قال شي حاجه اللي هي ما كتستحقش ليه وغيقول لي جا هو دخل مع ديك 11 ونص عاد داخل هو من الزنقه داخل ساحي ما عملت شي حاجه الحمد لله حطيت انا اللي شات اشي انا صافي مزيان كلشي دايس وهذا واحد شويه قال لي شوف انا راه شي دراري صحابي غادي نرحلوا غادي نمشي نعاونهم حيت هو كان عنده تريبورتر غادي نمشي نعاونهم قلت له صافي سير قلت له واش غادي يخلصوك قال لي لا غير صحابي هادو قال لي ما يخلصوكش صافي جلس مع صحابك كنهضر معاه زعما بحال شي مرة كتناقش مع راجلها صافي لما يخلصوكش جلس ارتاح فحالك قال لي هو لا وهاد صحابي ما جابتها شي غادي نخوي بيهم قلت له اللي بان صافي بان لك تمشي تعاونهم كنعاونهم كيما نقول وخرج
خرج ل 11 ونص عاد خارج ياك فوقاش غيرجع اخي بدر رجع حصل شي 2 ونص عاد رجع هو للدار هذيك الوقيته ديال 2 ونص انا عندي الولد الصغير يعني الوزع كيفيق بالليل هذيك 2 ونص وقالي انا ماما عيني غادي نرتاح الولد نعس انا غنعس يعني الا بيت ما يفيق غادي نعس هذيك الوقيته اللي جيت انا باش نرتاح فيها ما جي هو داخل غادي يفيقني وانا قبل ما يخرج قلت له شوف دي معك سوارات انا ما باغاش يفيق لا غادي نعس بلا ما يفيقني يعني مادام قلت لك دي معك سوارات بلا ما تفيقني اذا ما تفيقنيش من باب الإنسانية أنك غادي عارف الولد كي بيت طهرانة وغادي تدخل في الجوج ونص ما غتفيقنيش أو لا السيد ملي جا مع هاديك الجوج ونص غادي يفيقني مبغيتش نفيق عرفتي راه النوضة اللي نوضت هيدا قلت له والله تحشم عليك راه يالله داتني حيل راه نعاس معايا ملي قلت له هاد الكلمة هادي السيد ناض وكيشعط وكيخبط غير بوحدو ما عاجبوش الحال وكيغوت وكيسب وكيخسر الهضرة صافي أنا مزيدتش نجاوبتو خليتو هايدا المهم ناض عاوتاني ضرب ليا أنا مقدرتش نغوت الليل الليل تخيل معايا كناكل العصا غير باطر وساكت أو غنتسنى أمي بيدي مقدرتش نغوت بلا نبكي ولا حتى شي حاجة كناكل العصا وحابسة نفسي بقيت هيداك واحد شويه شنو نوضني انا ومشى هو نعس داوته ياك جرى المنطقه كلباء كان شهر واحد بقى عقله شهر واحد كانت كاشي 15 يمكن ولا هيدا شبر عنق ولدو وجرى عليه المنطقه غطى وانا نوضني وجلست تحت واحد الترجم وحالف عليا حتى انني نتكى ما نتكاش اختي نبقى جالسه وبقيت جالسة على ديك الوضعية عاسي باش تبقى جالسة الليلة كاملة بحال هيدا وظهري كيحرقني وكنبغي غير نتسكى كيركن لي برجلو كيقول لي نوض والله حتى نعيشك العادة بلي ما عمرك شفته بابا راهي أنا ما بابا راهي أنا بقيت هيداك بابا ديك الليلة في الصباح شنو غيقول لي بابا راهي أنا صباح شنو يقول لي قال لي شوف نجي ما نلقاكش هنايا هز 20 درهم ورمها لي على وجهي قال لي نجي ما نلقاكش هنايا ما جاوبتوش عاودها معايا قال لي سمعتيني ياك نجي ما نلقاكش هذيك الوقيته بعدا قبل من هذا الشيء هذا انا كنت ناقشت مع كل باب سمعه وهزيت ولدي كان ولدي كان مهرس من رجله حيت هو كان كيضربني باش نوض نخدم ونوض نخدم واحد الوقيته وحطيت ولدي في واحد الحضانه اللي هو اللي داني ليله حطيت ولدي في الحضانه وتهرس لي العيل ديك الحضانه تهرس من رجله انا الوقيته اللي خرجت من الطبيب مشيت عند مولات الحضانه يلا وقفت معاها قلت لها شوف اختي انا ما بغيت منك حتى شي حاجه بغيت تشرح لي ولدي كيفاش وقع له حتى تهرس الولد عنده 9 شهور باقي ما كينوض شي باقي حتى الجلاس ما كيجلس شي قالت لي اسمع اختي نقول وجه هضرات قالت لي 500 درهم انا عطيتها لراجلك وقال لي الله يسامح دابا بلا ما يبقى كل واحد كل مره ما جي عندي واحد فيكم اسمع شويه انا مشيت باش غادي نكتب شكايات بديك ولاد الحرام حيت ما عجبنيش انا جات لي طاس معايا به مشيت مشى معايا هو وكتبت ديك شكايه وماشي معايا الكوميساري شنو كيقول لي كيقول لي تينا سير للدار وانا اللي غادي نمشي ندفع هاد الشكايه للمحكم كنقول له انا غادي نمشي انا غادي نوقف على الشغل حيت صافي ملي سمعت انا بلي السيد راه خدا 500 درهم وقال له الله يسامح وقيتي تيقابلي انا كنقول له شوف انا ما عندي ما باغا منا حتى شي حاجه ولكن باش نسمح في حق ولدي راه ما نسمحش ليه انا بغيت نتعذب كيف تعذبت لي ولدي كيف ما عذبتني انا ما نكذبش عليك حقا ديك الساعه حيت ولدي راه هو الحاج الوحيد اللي وقتها شفت فيها شويه ديال الضوء في الدنيا ها صافي اسكت الله خليني نهضر مهم شبرت ديك الساعة واسكت هاديك الساعة بقى كيدابز معايا كيغوص مبغيتش نرجع له للدار شوية رجعنا للدار أنا وياه بقى كيسب وكيعاير ماجابنيش كيسبنيش أنا كيسبني أنا وكيسب فمو وكيسب كلشي جالس كيسب وكيخسر الهضرة ماشي خسر الهضرة تحت معايا معاه
إما قالت لي خسر مع الهضره وقالت لي كلشي هضره ما تقالوش ما تقولوش حتى صاحبك في الشارع. المهم انا ديك الساعه صافي بقات كتبان معايا الله كان جا عندي خاي ومراس خاي هي هذيك لقيتها فورت هزيت ويجي خرج مشى بحال هو خرج هو حيت كيخاف من خاي خرج خاي ديك الايامات كان يالله بدا كيجي عندي يالله بدا كيحسش هذاك خاي كان مشكل ما كيمشي عند حتى شي واحد ما كيدخل مع حتى شي واحد يالله ديك الايامات هذيك خاي بدا كيروم عليا عندي هو كان كيخاف منه غير بوحدو كان كيخاف منه اصلا خاي صغير خاي حاليا يالله عنده 21 دابا حاليا يالله عنده 21 وهو كان كيخاف منه. المهم شبر ديك الساعه خرجت انا خرج ملي مشيت عند ماما رجعت عند ماما قلت صافي غادي نمشي وغنجلس مع ماما كنقول لك الحمد لله كيخلص يسوق غادي نمشي عند ماما راه ما غدوز لي غنمشي غنجلس معاها واحد شويه واحد شهر ولا هادي وغادي نخرج لك انا بيت صافي شبرت مشيت عند ماما دوزت معاها شهر فاش مشيت عندها في الاول مشيت عندها في الاول مهم أعطيت حقي المصرف يلي أنا غنجلس معها أعطيت حقي المصرف يلا نمشي حيث الساعة كنت غادي نرجع الخد نوض ليلى نوض ما تحمقني شي ديك الساعة أعطيتها يلي أنا غنجلس معها أعطيت المصرف ديالي يعني. ملي دات الشهر ورجعت تخلص عاوتاني وبغيت نعطي عاوتاني المصروف ماما كتقول لي لا وانتينا ما عندك شي وانتينا هادي فين ما كنجي نملي عندي شي حاجه كتقول لي ماما لا غير خليك معاك انا ولدك مريض وبقى خاصو الطبيب وهادي وهادي وانتينا ما عندك شي انا كنقول زعما ماما راه حسس بيا كنقول ماما راه حسس بيا وهادي وانا ماما تخليني حتى لاخر الشهر انا اول هذاك الشهر هذاك كنت معاها وقلت لها شو قلت لها انا ماما صافي يعني دابا هاد الشهر هذا اللي تاخر غادي نخلص ان شاء الله غادي نمشي لك يعني ما بقاش متقل عليكم قلت لها دابا قالت لي لا قلت لها علاش قالت لي وانتينا هاد الشهر هذا اللي داز ما عطيتينا زعما حتى شي حاجه المصروف ودابا كتقول غادي تخرج تكري اذا ما غتعطينا والو لو ماما حيتاش غادي نخرج قلت له زيدو شهر اخر انا كنت كنعطيك كثير اللي ما بغيتيش تشبر مني قالت لي وانا كنت كنقول ما عندكش ولكن دابا راه خاصك تعطينا قلت لا قلت له بقيت حريده انا ما غنكريش قلت له زيدو شوف حيت ماما ساكنه بعيد يعني الترونسبور ديال الخدمه ما كانش كيوصل عندها كنت كناخذ انا كناخذ تاكسي وكنمشي لواحد البلاصه وعاد كيجي ورايا لديك البلاصه الترونسبور ديال الشركه يعني كان بعد بزاف المهم ديك الساعه شبرت انا قلت له شوف انا غادي نمشي نجلس مع عزيزه الى جداتي قلت له انا غادي نمشي نجلس مع جداتي على الاقل غنوفر عليا دوك فلوس الترونسبور اللي كنخلص كل نهار فهمتي وهذوك الفلوس غادي نعطيهم لك وغادي نخرج نكري بديك الشيء اللي غادي نتخلص عام قالت لي هي لا ولدك قلت له ولدي يا ماما الا بغيتي تشبروا لي الا ما بغيتيش راه غنديه معايا قالت لي لا انا ما غنشبروا لك شي قلت لها صافي غنديه معايا ولدي انا قاده به قالت لي لا ما غنديهش قلت لها اش ما غنديهش قالت لي الا بغيتي تدي ولدك خلصني بعدا في النهار اللي كنت كنشدوا لك فيه هادي ماما انا صراحه هذيك الهضره يعني ما توقعتش نسمع من ماما هاد الهضره ضماتني بقيت كنبكي صافي قلت لها واخا من حقك صافي بقيت جالسه كنبكي شويه ماما شنو عملات مشات عيطات لطالتي ساكنه حداها عيطات لها جابتها وكتشاهد عليا وكتقول لها اختي دابا هادي انت عارفاني انا عندي ولد الناس يعني ماشي باها اولادي اللي غادي ودابا هي شحال هي جالسه معايا وما بغاتش تعطينا المصروف وما بغاتش خالتي قالت لي لا بنتي ما خصكش تعمل بحال هكذا هذه خالتي اللي كنت مجوجه ولدها قالت لي ما خصكش تعمل هذا الشيء راه ضروري خصك تعطي المصروف هذه راه حنايا ولادنا وكيصرفوا وانا نقول لها قلت لها خالتي قلت لها انا ها شنو وقع قلت لها كل شيء قلت لها ودابا ماما ما قالت ليش على المصروف قلت لها ماما دابا قالت لي خلصني في الايامات اللي كنت كنشد لك فيهم الولد
ساعه خالتي دارت فيها قالت لها شوف اختي، قالت لها حتى انا كنشبر ولد بنتي، قالت لها شتي انا نو مو ما كتجيش حتى تشوفو، انا كنهزو كندي لها تشوفو كنرجعو معايا، قالت لي ما كتعطيني حتى فلوس تاكسي. ماما قالت لها لا حرام، انا واش قلت لها هذا الهضره؟ ما قلتهاش، خلاتني غير كنشوف صافي غنهضر غنولي انا باغا غير ندافع على راسي يعني ما بقيتي ساكته وكنشوف. مهم خبرت هذيك الساعة بقيت مع ماما صابرة الواحد الصباح صباح كنت نمشي نعمل كنترول لولدي على رجلو، ما مشيتش للخدمة هذاك الصباح اللي صبحت انا معاها في الدار من غير ريني لحد اذا كان صبحو كاملين. مهم نوض وجدت فطور علي مع الصباح بكري، وجدت فطور حطيت كل شيء فوق الطابلة وعلي وحد شوية تقول لي على من غنوضو هذا بحنايا على الزيت، على الزيت هي باغا تفطر بزيت العود، انا ما عارفاش بلي واش كاينه زيت العود ولا ما كايناش حيت انا ما غنفطرش معاها كل صباح، انا كنوض كنخرج كنمشي للخدمه بلا فطور. انا حطيت الفطور كلشي داكشي اللي بالي ما حطيتش هي هذاك، هي تقول لي فين وزيت، قلت لها انا ما عارفاش انا ما كنفطرش معاها كل نهار باش نكون عارفه شنو كاين. قالت لي علاش كترد عليا الهضره؟ ناضت كدابز معايا دابزت معايا ما خلات باش شيرات عليا ما خلات باش، قالت لي سير حالك عليا جرات عليا. لما قلت لك كلمه العيبه ما دارك هذه ومن حقك دخل خرج لي بغيت، مشيت لبس جلابسي خارجه بحالي اللي بغيت نهز ولدي ما خلاتليش حيدات ولي من يدي، هز الولد وهز في الدار بالرد الصايب وكتقول لي اذا مشيتي انا غادي نحرقك وانا راجعه باللور، ديك رجع لي راجعه باللور هي معصبه يعني ما عرفتش انا شنو صدرت على الرام ماذا بقيت تعمل هادشي هذا كان راس راس من اي حاجه. طيب الله يسمح لها الله يسمح لها تبقى ماما. مهم خرجت انا ديك الخرجه اللي خرجت تخيل معايا غير بدر ضلت الميكا في رجلي، ضلت الميكا دفعتني ورجعت شدتني من كتفي جرتني وقالت لي هذيك الصنايه في رجلك راه ديالي حطها، حطيت ديك الصنداله ودفعتني للصنقه وبقات تبرا لي ولدي في يدها وانا واقفه عند الباب بحال شي كلبه وكنرغبوك وقول لها ماما عطيني غير ولدي، عطيني غير ولدي راه انا بوحدي اللي توجعت عليه وانا بوحدي اللي تعبت وانا بوحدي اللي هزيت متاعب ديال الدنيا والدين عندي، عطيني غير ولدي ما بغاتش هيك تقول لي ما تطلعش تكون ام. هزيت راسي ومشيت ما جيت فين نوصل انا للشارع ونشارجي ونعيط لخوالي ولادي، لقيتها سبقاتني هي وعيطت لهم كاملين قالت لهم اللي جات عندكم ما تدخلوهاش زينة ماما عارفاني انا بنتك ياك بنتك وعارفاني انا مزوجة وخرجاني راه مياني الزاق وما باغا حتى شي واحد في عائلتي داخلني وحيدة لي ولدي من يدي، اذا شنو غتقلب ليش على الحبس؟ المهم مشيت حالي الشيطان ومشيت وقلت ماما هذيك راه ما صبرتش تسالي لي ولدي كيف ما كان الحال، مشيت للخدمه مشيت باش نبدل الساعه قلت نمشي للخدمه احسن، مشيت خديت طاكسي مشيت حالي للخدمه قياله خدامه العشيه ملي خرجت مشيت عند خالي هذاك خالي اللي قلت له الاول، مشيت عنده قلت له حبيبي شوف راه خصك تمشي معايا عند ماما تعطيني ولد، قال لي صافي صبرت سالي الخدمه وديك الساعه، قال لي دابا سير عندي للدار بلاص ما حتى سالي الخدمه ومشي معاه، مشيت انا للدار حبيبي وبقيت جالسه فيها ملي خرج ملي صالح مشيت فيها جا للدار قلت له حبيبي غنمشي عند ماما باش نجيب ولدي، قالت لي قال لي حبيبي تسنى صوني عليها عاد نمشيو، ملي صون عليها فتحات الخط باش تجاوبو قالت له شوف الولد داه باباه وانا ولدي ما خرجتو من عند باباها غير بدر لحتى وصلنا انا وياه في الكوميساري، هز لي الولد وداه لي وكان تخيل معايا مشيت عنده مراته للدار وكان شتي ختو نوسي كنبوس لها رجلها، تخيل معايا رجلها كنبوسو لها كنهز لها رجلها عيد وكنبوس لها قاعد رجلها وكنقول لها قولي عطيني ولدي، وهي كتعطي في الصباع هايدا في فوجي وكتقول لي هذا تسوي بنت الفعلة هايدا، كنقول لها أنا شوف دابا نسوى ولا ما نسواشي ولا عطيوني غير ولدي ما بغيت حتى شي حاجة في الدنيا بغا غير ولدي، وهو طلع به الصح وكيقول لهم انا والله ما دعته واخا نعرف اللوحه من هنا كوني بزاف راس غير بازار كانوا عارفين نقطة الضعف ديالي وما كاينش اللي ما شدنيش هنا
شبرت ديك الساعة شاد القلبي وبكيت وندمت وقطعت المكلة قطعت مشات الشاية المكلة ومشات الشاية الهضرة ومشات كل شيء بقيت جالسة وكنفكر غير في ولدي الوقت كامل حبيبي كان كيقول لهم هادي واقيلا سفرة السباق كنمشي لعندو تخيل معايا غير بطر يومية كناخد طاكسي وكنمشي حتى لعندو كنقول له بغيت نشوف ولدي وكيقول لي ولدك هبط صور عند اختي وملي كنعاود عند اختو كيقول لي ولدك طلعتو للدار وملي كنطلع للدار كيقول لي هبط وكنبقى طالعة هبطت كنعيا وكنمشي بحالي وغدا عفاني كنهود مكانش كيبغي يوري الله يبقي صبرا مدوشي عندو بزاف دوز عندو شي 10 ايام هيداك ديك الساعة صافي تنازلت نازلت اضطريت انني نرجع له على قبل ولدي كان كيقول لي لا بغيتي ولدك رجع لدارك وتشوفه اضطريت نرجع لديك تعيشه ديال الدلع ثاني في السبه ديال ولدي رجعت لعندو للدار صافي ما كاين والو هي زعما تبدل باقا نفس الحال غير ما كيزيدش تما اللي كنمشي بحالي انا وكنعاود نرجع له غير كيزيد يفدي فيا حتى ديك المشيه اللي مشي المهم الصابرة وكنت عارفة راسي ما غاديش نكمل معاه وعارفة راسي يسأل ولدي ديك الساعة في الوقت هادي كلي صغيرة قبل ولدي يعني باش أني حس بلي كإنسان أولادي ما كاينش نهائيا بحال اللي كنقوم الواجب ديالي كزوجة في الدار وصافي أما باش تبغي زعما نحس بيه ولا نغير عليه ولا يبقى فيا ولا شي حاجة بحال إذا نهائيا نهائيا تخيل معايا غير بدر بلي الوقيتة اللي كندخل بها الدار كنبقى نقول يا ربي توقع له شي حاجة وما يجيش اليوم بقيت هيدا كندوز مع شي شهر مرضيك شي شهر نهار بعد اللي مشيت مر ولدي كيفاش جبرت ولدي جبرت وحالته حالة والبرد والولد لابس واحد الشورت وصفيت ما وحالته حالة موسخين بالشوكولات شرالو غير بيمو في الزنقة الولد ضعاف ومعاه كان باقي القبص في رجلو وحاشاك لحد بول في ديك القبص حالته حالة وملي هضرت معاه قلت له مال الولد في هاد الحالة قال لي شي ماما كيما كان الحال يعني واخا ما كانتش كتفاهم معايا ولكن كانت نهار ليالي في ولدي انا كنت كنشري له كلشي يعني ما كنت كنخليه ناقص حتى من شي حاجة وهي كانت من ناحية ديال المقابلة كانت مقابلة مهمية فيه بمعنى الكلمة أرنا ملي قلت له أنا مالي قلت له الحالة قال لي واش ماله كيفاش جاك ولدي ضعاف واش ما كياكلش قال لي راه كيعطيوه الحليب في الرضاعة قلت له كيفاش الحليب في الرضاعة الولد راه كبر خصو ياكل قال لي واش هما مساليين باش يجلسوا يبداو يوكلوا فيه الحليب راه كيعملوه له في الرضاعة وقلت له خير ملي مساليين شاطني ولدي قال لي لا بغيتي ولدك رجع لعندي القبص ملي ولدي انا كنت كنشري له القطن كنت كنشري قطن ديك الحاشيه ديال القبص كل نهار كتبدل له ديك الحاشيه ديال في الحاشيه ديال القبص كتبدل له قطن باش ما يتدبرش وكتبدلو له حيت عليك واش غادي كيتقاس لقيتو معملي له شراوط عزو به القطن خيري اخي بعد قطن له علي شي واحد ولا جيتيهم في الهضره كيقول لك دا ولدنا المهم رجعت للدار ملي شفت ولدي في ديك الحالة قدرت كاع نصبر رجعت له ضربت معاه شهر هي فين وقع هاد المشكل ديال قال لي صافي نجي ما نلقاكش هنايا قلت له صافي هزيت ولدي ومشيت فين غنمشي هاد المرة حيت صافي تشدو وجهي كاع حبيبان هاد المرة مشيت لعند با كنقلب على با ومشيت لعندو با ماشي عاد مشيت نقلب عليه كنا فايز مشينا كنقلبوا عليه الوقت اللي كنت انا من مرة ما طلقت من راجلي الاول كنا مشينا قلبنا على با ولقيناه ولكن ما جلسناش معاه يعني غير شفناه عرفناه وجينا بحال فهمتي صافي هاد الوقيته هادي اللي جرى عليا هذا شدو في وجهي بيبا كامل عند با كيتحلف عليها بلاش واحد دقيقه سمحي لي نقطع الميكرو باش نقول لك واحد ما بلاشي سمحوا لي غنقطع الميكرو لا المهم انا رد الميكرو قلت لك كاين شي واحد في لي كومونتير يبدا يتحلف عليك ولا شي حاجه داخل لا داخل بديك السميه شي حاكم راجلي يشوف راجلي انا دابا كاين في الحبس ايوا صافي كاين شي بالضبط
صافي قلت لوالديتي هاي هاي انا مشيت عند با الوقت اللي مشيت عند با مش هنقول لك اخر مره كنقول كون ايما مشيت شي كون غير صبرت نجلس مع راجلي اللي كشي كامل وما مشيش لعند با با ولا كيقول لي يلا دوب سمعت الايام جن عندي قال لي شوف انا نسينا بنتي كل واش راه فيك ما بغيتي ولكن هذاك الولد ما فرضش عليا هذا با اللي ما عمره ما شرا لي حتى طاس ديال الدار انا داو قال لي ديك الولد ما فرضش عليا با يصرف عليا قلت واخا ماشي مشكل وليت كنمشي للدار ديال عمي دار عمي حتى وليت كنمشي للدار ديال عمي كنطلع ثاني ولا كيقول لي شكي واش شو هبط يوم انا فرضت فيك ما بغيتش ولا عمي مسكين وليت كنجلس في الدار وعمي عمي كيجي عندي كيجيب لي ليكوش كيجيب لي المهم كيدور معايا هذا باش ما نقولوش انا عطيني باش ما نقولش انا بعطيني حيت بقى لك انا الولد ماشي مسؤول عليا عماتي عمامي ولاد عماتي يعني كلشي كان اللي كيجي كيعطيني اللي كيجي كيعطيني با ملي شافني الحمد لله مسيره راسي وما نقضي حتى شي خير وليت صرف على ولدي وصرف على راسي بوحدي ولا كيقول لهم هادوك اللي كيصرفوا عليها يجيو يديوها عليا ما حاملنيش ما باغينيش نبقى تما مرات با كان شغل كان مجمع المحاولات باش انني انا نخرج باش ما نبقاش تما مهم بقيت صابره حصل له قصه اللي صافي يعني ما بقيتش قادره با ولا كيجري عليا خرجت من عند با ما عارفاش راسي فين غنعطي راسي وبغاشي خير وبعدها وبغاشي نرجع للزنقة كنقول أنا الزنقة صافي حلفت عليها أنني ما نرجع عطيت وعد مع الله عطيت وعد مع الله تعالى لعشي نلقي شي حاجة الحرام تخيل معايا ملي خرجت من عند الباب الحاجة الوحيدة اللي غنعمل هي أنني غادي نصبر الكرة ونرجع للمدينة اللي تربيت فيها هي الوحيدة يعني على الأقل هذيك المدينة غنعرف فين نمشي ونجي فيها المهم المهم غنعرف بلايص اللي نقدر نجلس فيهم بلايص اللي ما نقدرش نجلس فيهم هادشي فين فكر خديت الكار وجيت طلت المحطة عارفة شي فين غنمشي فونيت على واحد البنت صاحبتي فونيت عليها قلت لها شنو وقع ليها شنو وقع ليها شنو وقع ليها قالت لي أبي عندي البنت مشيت من عندها هاديك البنت كانت خالصة كانت عندها عاوتاني الدار كتكليها البنات كان عندها جوج طبقات كاريهم ناس مزوجين الطول فوقانيين كتكليهم البنات خديت من عندها عاوتاني المهم هدرت مع انا ما عنديش لا فلوس لا شي حاجه في الوقت يعني يلا عندي غير باش كنديباني يعني داكشي اللي كانوا كيعطيوني امامي وهادي وصافي كنت كنصرف منه كنشيط المهم مشيت لعندها لا غد لي صونات على خالتها هدرت معها انا قلت لها غادي نشوف راه ما عنديش فلوس ما شنو قلت لها بعدين شي بيت نجلس فيه وغادي نخدم وغادي نعطيك فلوس ان شاء الله قالت لي صافي عطاتني واحد البيت مكرفص المهم مرت به هذيك البنت عطاتني غير واحد المانطا كنت كنطلقها في الارض كنعس نجي عليها وكنعس انا على الدص الماكله وهذيك كنت كنديباني غير معاها كاش كيعطي شي واحد لولدي شي حاجه مثلا كيدور معاه شي حاجه كنمشي كنتقضى بها شي حاجه عيد وكنجيبها كندخل لعندها يعني ما يمكنش كلشي انا كناكل ونشرب معها وهادي ما غاديش نجيب حتى خبزه في يدي المهم كنحاول هي عارفاني ما عنديش ولي كنت انا ملي كيكون عندي راه كنخبع شي لكن عندي غير دراهم راه كان كيبان عليا عافاك يا مريم متى بقى لي انا كاين اللي غيكون خدام الصباح وقتي صيفط لك اللي غيكون خدام الصباح متى بقى يكون باختصار باش الناس ما تكملش من راسها واخا اذا كان ممكن صافي يعني انا ساليت انا يا صافي شبه الساعه تاع الساعه نقلب على الحضانه قلبت على الحضانه حتى هي عاودت تدور ديالي وهادي وشدات لي الولد باش نخلص مشيت نهار الثالث مشيت كنقلب على خدمه قلبت على خدمه الحمد لله تيسرت الامور خدمت ديك الشهر هذاك خلصت كل شيء بدات ديك الكره الامور بدات كتيسر شويه بشويه الحمد لله بديت كنشري كل مره كنشري حصيره مره بومجا مره الحمد لله انا دابا الحمد لله عايشة انا والإيكاريا حتى ولدي في الحضانة كنمشي كنخدم وراجلك
رجلي في الحبس، رجلي الوقت اللي مشيت انا عند الباد هو صنع با شي 4 شهور قالوا لي قالوا لي راه في الحبس راه تشد. وشنو جيت طلق شي انا دفعت الطلقه المره الاولى وترفضات لي ورجعت دفعتها المره الثانيه ودابا باقا عندي دعوه في المحكمه. وشنو شدري في حياتك دابا؟ دابا كنخدم فاش كنخدم الحمد لله قلت لك حتى ولي خدام في الدومين ديالي فهمتك. قصة هذه هي العنوان ديالها قصتي انا قصة الله ينقص. دابا شي واحد الا بغى الرقم ديالك مريم نعطيه الرقم ويساعدك بشي حاجة ويعاونك بشي حاجة. اها واخا واخا. اين مدينة؟ اين مدينة فين تسكني دابا؟ انا في طنجة. اللي بغى الرقم ديال مريم من طنجة يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية بي ا دي اسباس اش اي ال ا اللي كتب لي بغيت الرقم ديال مريم من طنجة ونعطيكم الرقم ديال مريم. مريم هذا الشيء اللي كخيب هذا دابا ان الوالد ديالي مات مور ديك الشيء هذاك مات الله يرحمك مات ما تلاقيتش انا وياه مور ديك الشيء ما عرفتش واش ما كذبش عليك انا بفمي كنقول الله يسامح له دنيا واخره ولكن باش كنبغي نفكر شي حاجه مزيونه عشت مع ولادي ما كاينش ما كاينش كنفكر غير ديك اللقطه الخايبه اللي دوز عليا. شحال من واحدين عاشوا مع والديهم حياتهم كاملين وعاشوا المراه اللي اكثر من المراه اللي عشت انت شي شنقول لك الحمد لله شنقول لك بلاتي انت كنت غادي بلاتي نصيفط لي زاد من الرقم بعدا ناتي خلاص مريم تضيق ولكن بعد العسر يسر ممكن تندزو في تدوز في حياتنا شي فترة اللي تخلينا نتخنقوا بصح انا دابا خايفه دارك انا دابا الحمد لله الخدمه ميسره انا خدامه على راسي واللي كنخليه في الخدمه وكنمشي نخدم ملي كنجيب العشيه كنجيبو عايش معايا الحمد لله وليت لابسه حجاب شرعي ما شاء الله برافو الحمد لله المهم داكشي اللي داز عليا استفدت ما خديتش من ماي فاهم باش يدوز الخاوي نتمنى من الناس اللي تيتفرجوا كل واحد يخلي لها شي يخلي لها شي دعوه في ديك الموطر عافاك تفضلي. الخوف اللي باقي عندي الخوف اللي باقي عندي هو انا راجلي ملي غيخرج من الحبس واش انا ما قدرتش ندافع على راسي بوحدي انا عندي ما كنخافش على راسي انا كنخاف غير على ولدي ما بغاش نعاود نضر ولدي وما بغاش نعاود نفس العذاب ونفس التجربه فهمتي انا كنت هو غادي يخرج دابا في شهر 10 انا باغا حاجه وحده دابا هي باغا نطلق قبل من شهر 10 على الاقل الا كنت مطلقه منه ما يقدرش ياخذ لي ولدي فهمتي اما فاش كتكون باقي ماشي مطلقه واخا مشيت للمحكمه يقولوا لك راه باه هذاك فهمتي حسيت بلي داه لي ومشيت للكوميساريه مطلوب راه داه لي الولد قالوا لي واش مطلقه منه قلت لا قالوا لي وراه باه اللي داه دابا يردوا فهمتك نتمنى كل شيء دايما واللي قادر انه يعاوننا يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه ب ا د اف سباس اش اي ال ا ال اي نتمنى مريم تعيط لي شي نهار ونلقاك اليوم اللي تحسن من دابا وحياتك كلها تحسن والابتسامه في وجهك والله يعوضك على كاع الالم اللي دزتيه منه. تنشكرك بزاف يا مريم لانك شاركتي معنا ما شاء الله كل شيء داير معك في لي كومونتير بلاكس مرحبا في اي وقيته ما شاء الله كل شيء داير معك في هذه اللحظه شكرا لك مريم.